يومية الفلاح تكون مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع اليوم غادي يدور كلامنا في موضوعنا اللي رجعنا له هذه السيمانه في هذا النص الاول من يومتنا، واللي هو التسميد بالملحه ديال الحبوب. غادي يدور الكلام على الاشكال اللي تبان فيها وتيكون فيها هذا الازوت في الارض وفي التربه. اول شكل تتكون عليه ماده الازوت في الارض هو شكل ديال الماده العضويه، اي الغبار، ولا حسن نقولوا الروح الغبار. وتيعتبروا الاختصاصيين من بعد الدراسات ديالهم ان هذا الازوت اللي في الروح الغبار تيمثل 5% منه، لكن هذا الازوت العضوي كما تيسميوه الاختصاصيين ما تيمثل الا نسبه صغيره بزاف من الازوت اللي تتلقو الارض للزراعه. ثاني شكل يمكن يكون عليه الازوت في الارض هو شكل الازوت ديال الامونياك، بحال هذاك اللي في الملحه 21%، وهذا الشكل طرف منه يمكن تستافد منه العروق ديال الزرعه وتمسه، لكن الطرف الكبير تيخصو يتحول لشكل اخر بواسطه الميكروبات اللي في التربه عاد تستافد منه العروق ديال الزرعه. وهذا الازوت الاخر هو الشكل الثالث اللي غادي ندويو عليه دابا. هذا الشكل الثالث هو شكل الازوت النيتري، اي ديال النيترات، بحال هذاك اللي موجود في الملحه 33% مخلط فيها مع الازوت ديال الامونياك. وهذا الشكل ديال النيترات عنده تحرك كبير في التربه، حتى انه يمكن يضيع الى طاحت عليه كثيره ولا تسقط الارض بكثره. ملاحظه اليوم. من المسائل اللي تكلمنا عليها اليوم، تكلمنا على الشكل العضوي اي اللي في الغبار ديال ماده الازوت، وهذه القضيه مرتبطه بزاف بالمساله اللي تيسولوا عليها بزاف ديال الناس فيما يخص استعمال الغبار البلدي في الفلاحه ديال هذه شحال. لكن الا جينا نقربوا من الموضوع شوفوا المزيات اللي عند الغبار في الارض، غادي نلقاو مثلا بان الارض فيها غير نسبه ديال 2% ديال الروح الغبار، لان الفلاح كان تيجيب لها الغبار بكميه كبيره وكل عام. غير هاد 2% على غرق ديال 30 سنتيم ديال الارض تيعني 4000 كيلو ديال الازوت العضوي، اللي الا تحول منه غير 1% كل عام الازوت نيترات غادي يعطينا 40 كيلو ديال الازوت في الكتار، اي تقريبا قنطار وربع ديال الملحه 33%، ولا المقابل ديال جوج القناطر ديال الملحه 21%. وهذا الشيء كافي باش يضمن بعدا انتاج ديال 15-20 قنطار ديال الزرع بلا زياده ديال الملحه بلا والو. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.